مزيد من المتابعة انضم لنا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال. أستاذ حسام بعد التحية، كيف تقيم أداء السوق اليوم وأبرز القطاعات الرابحة؟ أنا وسام بحرك يا فندم وبالسادة المشاهدين، زي ما تابعنا كده خلال النهاردة شفنا فيه استكمالا للأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي الإي جي إكس 30، واستطاع ونجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 13000 نقطة الذي تم فقده يعني في مارس 2020 عام جائحة كورونا والتي ألقت بالضرر على الأسواق المالية بصفة عامة، ولكن استطاع المؤشر بجلسة اليوم بالإغلاق على مستوى المقاومة الرئيسي وهو 13000 نقطة بصعود قدره 230 نقطة، وأغلق عند مستوى 13009 تحديدا، وده كان مدفوع بعمليات شراء وأداء إيجابي للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية. ده الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الهام جدا 13000 نقطة والإغلاق والاستقرار أعلى بنهاية التداول. طيب أستاذ حسام، توقعاتك لباقي جلسات الأسبوع؟ يعني استقرار المؤشر الرئيسي على مستوى الدعم الرئيسي 13000 نقطة إن شاء الله يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الثاني وهو 13200، مدعوما ومدفوعا باستمرار نشاط الأسهم القيادية والأداء الإيجابي أيضا، واستمرار اتجاه المؤسسات المصرية والأجنبية بالشراء وفتح المراكز المالية وضخ السيولة بالأسهم القيادية التي يعني شهدت تراجعات يعني كبيرة جدا وسجلت مستويات أسعارها انخفاضات كبيرة بالنصف الأول من العام الجاري، وده اللي دفع المؤسسات بشراء وفتح مراكز مالية بالأسهم القيادية بمستويات الدعم الرئيسية، وده اللي انعكس إيجابا بعد انتهاء فترة التجميع الطويلة جدا التي استمرت حتى مطلع أغسطس الجاري بالعام الجاري، وده اللي دفع المؤشر لاستعادة مستوى مقاومة هام جدا هو 13000 نقطة، وإن شاء الله نشوف استهداف لمستويات المقاومة التالية 13200، ثم اختراق هذا المستوى والاستقرار عليه نشوف استهداف للمؤشر الرئيسي لمستوى المقاومة 13600 إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال.